السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي اخواتاتي، لاباس عليكم؟ اتمنى تكونوا في احسن حال يا ربي وبصحة جيدة ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا، اليوم جيت نشارك معكم هذا العرض ديالي اللي نتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم. ما تنسونيش اخوتي اخواتاتي من التعاليق الزوينة وكذلك اللايكات، كذلك الاشتراك في القناة ان شاء الله الى عجبتكم. ما تنسونيش من لايك. بالنسبة لهذه الوصفة اللي كتشوفوا قدامكم دابا، هي وصفة لاغاكليت، هو الفخوماج اللي كيدوب في واحد لاماشين اللي كتكون ديال هاد الفخوماج اللي كتذوبو. وهاد الوصفه هي عباره عن فخوماج دايب كيتقدم مع جميع المخللات. كذلك بالنسبه للخضار، هنا كتكون خضار اللي كتكون مسلوقه من قبل، مثل البطاطا هنا كما كتشوفوا. البطاطا راه كيسلقوها بالقشور ديالها اللي كتكون متوسطه الحجم، كتكونش كبيره بزاف. هنا هاد الوصفه هي وصفه شتويه وكيديروها السويسريين، هي معروفه هاد الوصفه عند السويسريين. وكذلك كيقولوا بان الاصول ديالها يمكن سويسرا او كذلك فرنسا، مشهورة الأكلة كذلك فرنسا، ومعرفوش الأصول ديالها منين، يمكن سويسرية يمكن فرنسية. هاد الوصفة كتكون كما كتشوفوا هي وصفة بنينة وجميلة. نتمنى تعجبكم هذا العرض وما تبخلوش عليا باللايكات، وشكرا لكم بزاف بزاف. هنا كما كتشوفوا الطبق هذا، يمكن لكم تقدموه مع كذلك اللحوم. بالنسبه للحوم هنا اللي كتقدم معاها كاينين شرائح اللحم المدخن، كذلك الكروفيت او الدجاج، شرائح الدجاج المقطع اللي كتكون على شكل قطع صغيره. نتمنى يعجبكم الطبق وشكرا. شكرا لكم خوتي خواتاتي على الحضور ديالكم ومرحبا بكم. ما تنسونيش الى عجبكم خوتي خواتاتي هاد العرض، ما تنسونيش من لايك وكذلك من شي كومونتير زوين اللي كيحفز. شكرا لكم بزاف بزاف، ونتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله. ومع السلامه خوتي خوتي في عرض جديد ان شاء الله. مع السلامه، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، وخليتكم على خير وبخير ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في عرض جديد.